يا مساء السعادة، أهلا بيكم مع الطبيب في فقرة. أنا بس عايزة ابتديها بمقولة كلنا بنسمعها الفترة اللي فاتت، وهي صح بس أنا بشوفها من وجهة نظري أنا إن هي مش صح قوي. لما بنقول لحد مش مهم الشكل، المهم الروح. أنا معاكم، هو فعلا مش مهم الشكل، لأن الشكل العمر بيعدي والسن بيخلي شكلنا يكبر، وفي عوامل كتير قوي. يعني لو بنوته اتجوزت بتبقى في عوامل حمل ولاده بيغير من شكلها. فالمهم فعلا الروح، المهم الاصل، المهم التربيه، كل حاجه دي مهمه. ولكن ما ينفعش ان انا اقول مش مهم الشكل. يعني الشكل برضو مهم، ولكن ممكن يكون بنسب البسيطة. أنا مش لازم أكون يعني على الفرازة زي ما بيقولوا، ولكن أنا ممكن أخلي شكلي حلو برضو، يبقى عندي روح حلوة ويبقى عندي شكل حلو. ده بقى اللي أنا عايزة أتكلم فيه النهاردة في فقرتي، تنسيق القوام. مش عيب إن أنت يكون عندك شوية ديفوهات، يعني ممكن يكون عندك دهون زيادة، جسمك حلو قوي، دهون زيادة في منطقة البطن تاخديهم، وفي مكان قليل شوية في جسمك، إذا كان ثدي، إذا كان أرداف، إذا كان مؤخرة، فتحطيهم في المكان ده. ساعات بنقول ان الدهون دي بقت الدهون المفرطه اللي هي سمنه مفرطه دي خطر، ولكن الدهون البسيطه دي اللي هي الموضوعيه انا بقول عليها ده ذهب، لان انا ممكن بالذهب ده اخلي شكلي بيه حلو قوي. تنسيق القوام، ازاي انسق شكل جسمي، ازاي اخلي شكلي حلو يبقى روحي حلوه وشكلي حلو، وما افضلش بقى ابص على دي واتضايق، ولا بص مثلا على ده. حتى لو انت راجل على فكره، ممكن يكون شاب وجميل وامور وعايز يلبس تي شيرت حلو قوي كده، بيلاقي الجناب بطنه دي طالعه قوي، بطنه مش عارفه فيه، عنده تسدي، هيضايقه. طب ليه بقى نعمل ده كله وليه نستنى؟ النهارده معانا ضيف فقرتنا هيحل لنا كل المشاكل دي، وهيخلي شكلنا حلو قوي زي ما روحنا كمان ان شاء الله كله يكون روحه حلوه وجميله. دكتور شادي لاشين، اخصائي جراحه التجميل بعيادات ياس كلينك، ومدرب الخيوط الدولي المعتمد من ابتوس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. انت معايا ولا لا؟ معاكي. يعني ماشي، الروح حلوه، الروح حلوه، ومش مهم الشكل. لكن لا، بس طبعا في حاجات بتبقى مضايقه الواحد، ما هو حابب ان هي تتعمل طبعا، اكيد يعني. طيب من وجهة نظرك، لو حد هيحب حد، يعني واحدة، واحد في الجامعة، الشباب والقصص دي، القلب ولا العين؟ يعني أنا الأول ببص بعيني. أكيد. صح؟ أكيد. إيه اللي بيلفت انتباهي؟ العين. بس ده اللي أنا عايزة أوصل له. أنت بقى بتخلي الشكل والروح وكل حاجة، أنت بتكمل الموضوع ده. إحنا بنرجع بنعيد توزيع شكل الجسم بحيث نعمل تنسيق للقوام، بس ده بيفرق بقى على حسب الحالة. يعني إيه؟ يعني ممكن واحدة يبقى عندها جسمها جلدها كويس، بس عندها مشكلة في توزيع الدهون في جسمها زي ما انت قلتي. أوكي. بنرجع نشفط الأماكن اللي فيها دهون زيادة، ونحقن الأماكن اللي فيها دهون قليلة. زي إيه؟ زي الهانش، زي الساقين. ساعات ممكن تبقى جسمها كويس بس الساق رفيعة، نحقنها. الهانش رفيع، نحقنه. هي دي الفكرة. في حاجه اللي انت بتدقق في الحاجات اللي مش بنتكلم عنها كتير، يعني دايما بنتكلم عن نحت او تجميل البطن مش عارفه ايه، لكن الساقين دي لا. ما هو دلوقتي بقى حاجه اسمها عند بنات كتير، يعني هي الكلمه اسمها تنسيق قوام او البادي ترانسفورميشن، ان احنا بنحول الجسم يبقى كله متناسق. اوكي. يعني انا دلوقتي لما باجي نكشف على حد بنعمل فول اسسمنت، ان احنا نكشف عليه والله انت محتاج 1 2 3. ممكن مش في مقدرتنا ان احنا نعمل كل ده، سواء صحيا سواء اقتصاديا. ففي الاخر بس بنبقى حاطين خطه علاج ان عشان نوصل للقوام المناسب او المثالي، المفروض نعمل 1 2 3. زي ما قلت لك، في حالات بتبقى فيها بس توزيع الدهون هو اللي فيه لخبطه، نوزعها. في حالات زي الامهات بعد الحمل والرضاعه، باكتر مشكله منطقتين بتتاثر عندها الثدي والبطن. دي بتبقى مزعجه جدا. مزعجه جدا بالنسبه للام، بتحس ان جسمها اتغير وبيضايقها. فبالتالي بس ديت غالبا بتبقى جراحيا، لان دي ليها اسم اللي هو المامي ميك اوفر، ان احنا بنرجع نشد البطن ونرجع نكبر ونرفع الثدي تاني. في حالات زي حالات الناس اللي كانت مليانه قوي وخست، بوست بارياتريك، عملوا عمليات تكميم او تحويل مسار. صح. فبالتالي الدهون بتقل، الجلد، الجسم كله بيسقط. فبالتالي بيبقى محتاج ان احنا نعمل عمليات، سواء شد دراعات، شد افخاد، شد بطن، نرجع نعمل الثدي من تاني. بالنسبه للرجاله غالبا بيبقى موضوع مين اللي شفت، لان عضلات البطن بتبقى عند الرجاله قويه. هي المشكله الاكبر حاليا بنشوفها كتير التسدي.
التسدي التسدي في عند الرجال. الرجل. دي من حاجات، سواء بقى ان في غده محتاجه تتشال، سواء عايز تشفط، سواء ان الثدي نفسه عايز يترفع جراحيا. هي المشكله في ايه؟ ان في مثلا واحده تشوف واحده صاحبتها عملت حاجه عايز تعمل زيها، ما ممكن زيها ده ما يناسبكيش، عشان توصلي للشكل ده محتاجه حاجات تانية. وتاني حاجه الجراحات، يعني انت لو هتشوفي اهو التسدي معانا على الشاشه، الحج الشكل مختلف طبعا. اختلف طبعا. هو ما بيبقاش كمان شكل، يعني هي القصه كمان في التسدي عند الرجل حاجه، ان ما بيستخباش، لان مهما لبس شميز واسع شميز او برضو تيشيرت بيبان ان في ان في تسدي، وده مش صح عند الرجل عامه بكل صراحه. تاني حاجه زي ما قلت لك، في بنات بتبقى شايفه ان هي عايزه تبقى زي صاحبتها، ممكن يكون فيها كميه ترهل اكتر من صاحبتها، فبالتالي ما ينفعش الشفط بس زي صاحبتها، ممكن تبقى محتاجه معاها جراحه، ممكن محتاجه اللي هي الميد زون الجي بلازما. يعني الجي بلازما برضو من حاجات، يعني هتشوفي ده، هتشوف معانا ده شد جراحي، لو هتشوفي شد الدراع هتلاقي الجرح مخفي. هي بس دي بلاستر، احنا دايما يعني مميزه جدا الصوره دي بجد معانا من ياس كلينك، ان هم بيوضحوا المكان فين بالظبط وفي وقتها، يعني ده اللي يدل ان دي الصوره دي في وقتها لسه بالزبط. البلاستر ده هيتشال، يعني دي حاله ما ينفعش مثلا جيب لازمه، ما ينفعش شفط بس، لان في كميه الجلد فيها كتير. اوكي، فبالتالي عملنا جراحه جرح مخفي بتكنيك معين، بحيث لا يبان من قدام ولا ورا. أوكي. يعني اللي هيشوفه لازم يعني ينزل تحت دراعك عشان يشوف زي ما هو رافع كده، واحنا برضو مش شايفين الجرح، احنا شايفين زائد البلاستر اللي هيتشال. السكار مانجمنت دلوقتي، ان احنا بعد العمليه بنعمل بنحط كريمات، بنحط سيليكون شيت، بنعمل ليزر، بحيث ان الجرح ده يبقى بلون الجلد ما يبانش بعد كده، ما حدش ياخد باله. في مرحله في المنتصف ما بين الشفط وما بين الجراحه، الجي بلازما. جي بلازما من الحاجات اللي كان في حالات كنت بقول ان هي حرام مثلا تخش عمليات مش محتاجه قوي ان الريدندنسي فيه او الترهل البسيط. ديت حليناها بالجي بلازما. ميزه الجي بلازما ان هو بيشتغل بالار اف مع الهيليوم، بحيث بيشتغل على الفايبرس اللي هي بتبقى ماسكه الجلد، يخلي الجلد يلم ينكمش شويه، ينكمش، فما ببقاش محتاج ان انا يعني هو بيشد النسبه الكويسه لو حد عنده ترهل بسيط بالظبط. هي الفكره بقى الاسسمنت، ما دي من الحاجه المهمه، ان احنا قبل ما ناخد اي قرار عمليه لازم نعمل فول اسسمنت. يعني ايه؟ بقعد مع البيشنت بقول انت بينفعك 1 2 3، غير كده ما تعملش. هي دي الفكره، لان احنا لو عملنا يعني لازم نمشي على اسس. بصراحه انتم مميزين في النقطه دي، اللي هو يعني ما تعملش، اللي هو بصراحه احنا يعني مش عايزه اقولها، بس عارفين احساس ان احنا مكتفيين بالناس اللي بتجيلنا وبنعمل لها عمليات كويسه عشان ده في وشنا وصورتنا، واحنا دكاتره مش قليله بصراحه، فانا مش هسوق شكلي او سمعتي او اسم المركز مثلا. وفي نفس الوقت احنا بنشتغل اون ميديكال بيزز، يعني ما ينفعش ان انا حاجه انت عايزاها على مزاجك طبيا ما تنفعش اعملها لك. دي من الحاجات المهمه برضو، ان احنا لازم نبقى مشغلين اون ميديكال بيزز. طب كلمني بقى الجهاز اللي معانا على الشاشه ده. الجهاز ده هو الجي بلازما زي ما انت شايفه، اللي هي الالياف اللي بتبقى ماسكه الجلد، بتبتدي تخليها بالار اف مع كولد بلازما، تبتدي تشرنك او تقصر، فتخلي الجلد يلم يتشد شويه بالظبط. وميزه الجهاز ده ان هو سيف، ما بيحرقش الجلد. هقول لك بقى حلو، اللي هو انا سمعت حد عمل عندكم بصراحه، قال ان انا حد من قرايبه، هو كان راجل، حد من قرايبه عمل اللي هو شفط العادي، وكان في تورم وقعد فتره كبيره في البيت، وعمل وهو عمل عندكم بجي بلازما، قال لي ما قعدتش زي قريبي. بصي، هو ما كانش فيه تعب الفكره للدرجة. مش فكره جي بلازما بس، الفكره حتى في الشفط دلوقتي بقى في تكنولوجيا حديثه، ان احنا بقينا شغالين بالنحاته، شغالين بفيزر قبل الجي بلازما، بحيث الكلام ده بيقلل فتره النقاهه، بيقلل فتره التورم، بيقلل الزرقان، بيخلينا نوصل لمناطق نعرف نرسمها وننحتها، اللي هو النحت الرباعي ما كناش بنعرف نوصل لها قبل كده. اوكي. وطبعا الجي بلازما يعني الريكفري بتاعه ما بقاش عنيف زي الاول. الحاجات القديمه طبعا كان الريكفري بتاعها بيقعد فتره طويله. زائد ان احنا بنعمل جلسات مساج لمفاوي من بعد العمليه، بحيث ان احنا نسرع في حاجات كتير بنعملها. إيه هو ما هي الفكره بقى ان احنا البروتوكولات والتكنيكس لازم نعملها ابديتس اول باول. يعني احنا متابعين، يعني انت قصدك حتى لو الشفط العادي او النحت العادي اللي هو القديم بتاع زمان بقى فيه تقنيات حديثه،
بتشتغلوا بيه ما بيبقاش فيه تورم. ما هي الفكره ما بقتش العمليه بس احنا بقينا قبل العمليه وبعد العمليه في تيمز متكامله هي اللي بتشتغلوا بقى على البيشنت بالظبط، لان هي العمليه عليها نص النتيجه، في النص الثاني بعد العمليه ان البيشنت يحافظ على اكله، يحافظ على جروحه، يحافظ على الكرسي، يحافظ على الانستراكشنز اللي احنا بنقول عليها. طيب كلمني بقى عن الدهون اللي انا بقول عليها ان ده ذهب. ده انا معاكي ان الدهون ذهب او كنز، لان الدهون ديت ميزه الدهون ان هي فيها الستيم سيلز اللي هي الخلايا الجذعيه. فالدهون دي مثلا لما بحقنها في الوش مبدئيا بستعيد الفوليوم زائد بتدي نضاره، بنحقنها في الايد بحيث الايد من الاماكن اللي بتبين العجز، خاصه لو كرمشه كتير صح. اكتر حاجه بتبقى باينه. وفي ناس بيبقى عندها اصلا حتى بتبقى صغنطوطه يعني في السن وعندها العروق دي بارزه، تحس ان هي بيديها سن اكبر من سنها مع زي بقى التكنولوجي الجديده اللايبو كيوب. اللايبو كيوب ده تكنولوجي بتطلع لنا انواع فات ما بين ماكرو فات ومايكرو فات ونانو فات. الماكرو فات ده اللي هي الجلوبيوز او الحاجات الكبيره اللي بتتحط بعمق بحيث نعمل بيها فوليوم. النانو فات دي اللي بنعمل بيها النضاره، نحطها ممكن ما تديش فوليوم قوي على قد ما ندي نضاره حوالين العين. يعني قصدي حضرتك ان احنا بنحول الدهون دي كل لمقاسات مختلفه، كل مكان احط فيه حجم معين واستفيد بيه فايده معينه. دي هسحبها من جسم اللي انا هحقله. ايوه منه فيه هاخدها، فدي ما فيهاش اي يعني ما بيحصلش منها حساسيه، ما فيش منها قلق، ما هي دهون جوه جسمك احولها بقى براحتي. يعني مثلا التحويل اللي محتاج لتحت العين بيبقى ليه درجه معينه. نانو فات حاجه صغيره، الحاجات اللي في الخد بتبقى حجم كبير، الحاجات اللي حوالين البق بتبقى حاجه ما هي دي الميزه، ان انت دايما طول ما انت مطلعه على التكنولوجيا الجديده وبتستخدميها وبتشوفي بتقلل معانا الريكفري، بتدينا نتائج احسن، بتخلي تدخل الجراحي اقل. دي ميزه التطور التكنولوجي اللي احنا فيه. طيب قول لي دكتور، انا ممكن اشفط من فين واحقن فين؟ ممكن نشفط من فين؟ نشفط من الاماكن الريزيستنت، يعني احنا مهما خسينا في اماكن سواء البطن، الارداف، الاجناب، تلاقي المناطق مهما خسيت دي بتفضل مش راضيه تنزل. تلاقي وشك خس خالص وجسمك خس والكتف قل، وفي اماكن هي اللي ما بتقلش ما بتنزلش. ده لكل جسم على فكره، كل حد فينا عنده المنطقه دي ايا كان فين بقى. فاحنا الشفط هو ريشيبنج، يعني احنا مش هننزل في الوزن، على الاقل على قد ما هنعمل ريشيب وهنقل في المقاس. فهي الفكره الاماكن الريزيستنت دي بنشفطها، بنعالجها بطريقه معينه بطريقه اللايبو كيوب زي ما قلت لك، بنطلع الفات ده في مقاسات مختلفه وكل مقاس بنحطه في الحته اللي احنا محتاجينها فيها. حلو قوي. ايه اكتر حاجه الفتره دي احنا بنبقى عارفين لكل فتره كده، قعدنا فتره كده المؤخره البرازيليه صح، قعدنا فتره كده معرفش الثدي بشكل معين، ايه الفتره دي اللي في هوس شويه فيه؟ بصي، هو مع تطور عمليات التكميم والسمنه بقت الهوس دلوقتي اللي هو الشد ما بعد عمليات السمنه. انت قصدك ان عمليات التكميم والتحويل واخده مساحتها وناجحه، فبالتالي في ناس كتير في ناس كتير اللي بتخس بتلاقيها مشكله الناس اللي هي بتبقى وزن كبير وخست بيبقى ترهل مش في منطقه واحده، بيبقى مترهل في الدراعات وفي البطن وفي الثدي وفي الافخاد. فبيبقى ليها تكنيكس مختلفه عن العادي، لو ما اتعملتش صح العيان ما بيبقاش ساتسفايد. اوكي، دول بقى الفتره دي بيقولوا يعني كتير دي من الحالات اللي احنا بنشتغلها كتير اليومين دول. طيب قبل ما اختم عايز اسالك سؤال الاخير، لازم الثدي عند المراه المترهل اللي انا ازوده سيليكون ولا انا ممكن ارفعه من غير ما ازوده حاجه؟ ما ده هيعتمد هل في فوليوم ولا لا. يعني لو في فوليوم ومترهل ممكن ارفعه من غير ما ازود او احط سيليكون. حلو. انما لو هو فاضي ومترهل هضطر ارفعه واحط سيليكون. ما ده اللي انا بقوله بقى. ايه بديل سيليكون؟ ايه لو الناس عندها يعني في ناس اوكي احنا عرفنا ان السيليكون بقى في تقدم وبقى في يعني بصي بقى هو السيليكون الفتره يعني عليها ابحاث على طول، ولما بيتشك في حاجه في انواع بتتمنع اتوانس، فمفيش منه قلق يعني ما شفتش منه مشاكل الحمد لله. الدهون مشكلتها في الصدر ان احنا لازم نعمل سيشن كتير، لان احنا بنحقن كميات بسيطه عشان تعيش، فهضطر اعمل جلسه على جلسه ومهما كان مش هترفع لي الصدر زي ما انا زي ما هعمل بالجراحه. هنتكلم بقى بالتفصيل عن النقطه دي عشان شغله سيدات كتير جدا وبنات كمان،
لان فيما بعد برضو عمليات السمنه. بس خليني اقول لك يعني انا ببقى مبسوطه وانت معايا عشان بتقول لي كده شويه يعني نقط، يعني لو مشينا عليها احنا كده يبقى هنستريح. احنا هنستريح وفي السليم بالظبط. بالبلدي يعني. انا بقى شغالين صح، اهم حاجه. بشكرك دكتور شادي، ودايما منورنا برنامج الطبيب. بنشكر دكتور شادي لاشين، اخصائي جراحه التجميل بعيادات ياس كلينك، ومدرب الخيوط الدوليه المعتمد من ابتوس. وانا كمان بشكركم، خليكم معانا، راجع لكم بسرعه.